المصري القديم كان حلمه أن يمتلك مقبرة يسجل عليها ألقابه واسمه ووظائفه، زي ما مكتوب عندنا هنا. هنلاقي في الأول خالص فوق في شكل النحلة وشكل الختم، هنا هو يقصد أنه هو كان حامل أختام الملك. هنلاقي كمان أن الوظيفة تانية ليه أنه هو كان محارب، هنلاقي رمز المحارب مرسوم قدامنا هنا. وهنلاقي كمان أنه هو كان كاتب الملك، علامة السش اللي هي على شكل أدوات الكتابة، ونسو يعني ملك. كمان هنلاقي إن هو كان رجل نبيل، كان المصري القديم بيصور النبيل إن هو دايماً واقف أو جالس وفي إيده عصاية. هنلاقي في النصوص حاتب دي نسو اسمه المتوفى متكرر كذا مرة في نهاية النص زي ما هو متكرر قدامنا هنا. حور محب، حورس في مصر القديمة كان اسمه حور أو حر. هنلاقي هنا حور أم حب، حور محب، متكرر معانا 4 مرات. وتحت الاسم هنلاقي شكل النبيل وهو جالس، وهنلاقي فيه لقب بيقرره المصري القديم في النصوص اللي بالشكل ده، مع خرو يعني صادق الصوت، مكتوبة تحت هنا. وفي لقب بيدي صفة مميزة جدا للمحترم صاحب المقبرة اسمه إيماخو.